هاي فريد. تفضل استاذ. شكرا لك. فريد اخي خير ان شاء الله. شكرا. كيفك اخي؟ السلطانة أزادة عملت عملتها ما هيك؟ معه هالحكي الفاضي، ما رح تسلم على أخوك؟ تعال. تفضل أخي. شكرا. أهلين وسهلين. أهلين فيك. بس يكون بعلمك أنت إجيت على الفاضي، لأني رح ضل فترة بعيد عن أنطاكيا. هلا خليني أرتاح شوي وبعدين منروح. أنا بعتقد أنكم لغيتوا العرس. أنت مجنون ولا شو؟ ها؟ أنت مجنون؟ لسه التحضيرات ماشية. أخي اسمع شو بدي أقول لك. أنا أخذت قراري، ما رح أتزوج هاندا. شو هذا اللي عم تحكي؟ كيف يعني ما رح تتزوجها؟ قلي شو سبب هذا القرار؟ ليش هيك عم بتساوي؟ أخي رجاء راسي رح ينفجر، لا تضغط علي لو سمحت. لكن اسمع شو بدي أقول لك. سلطاني أزادة كتير معصبة وحتى تخانقت مع أبوك. خد هاي النصيحة من أخوك، لا تماطل بالقصة، فهمت؟ ألو، مع مين عم بحكي فريد؟ اطلع فيني. فهم عمل لك أمك السلطاني أزادة جنت على الآخر، وأنا قلت لك إنه هذا الزواج ما عاد يصير يا أخي. طلع فيني، ما في مزح بهذا الموضوع. صار لسنين عم تحلم بهذا اليوم، فهمت؟ من سنين. وحتى الورود يلي رح يكونوا بعرسك أمك وصت عليهم قبل 6 شهور. هلا معقولة بسبب خناقة سخيفة وسوء تفاهم تلغي العرس فورا؟ ها؟ أخي. شو أخي؟ بكفي هيك. طلع، بتعرف قديش بحترمك وبحبك، وأنا ما بدي أقول شي ممكن يزعجك، بس بكفي بقى حاجة تضغط علي. ولسه ناقص تقلل احترامي. شو مشكلتك؟ ما عم بفهم أبدا. لا أدر لي ظهرك، يلي بيشوفك بيفكر إنه البنت خانتك. فريد، فريد، أخي لا تساوي هيك. فريد أنت غلطان. ها؟ عم تقول خيانة وهاندا؟ هاندا خانتك؟ لا تساوي هيك، أنت كبرتوا سوا. طلع فريد. هاي الحقيقة، شفته. كيف؟ فريد؟ أنا شفته بعيوني. هاندا خانتني. لهالسبب انتهت بالنسبة لي. شو بدي ساوي يا أخي؟ قلي شو بدي ساوي؟ بروحه بتزوج هاندا؟ لا يغرك أني واقف على رجلي هلأ، لأنه الضربة اللي أكلتها كسرتني. لا تشغل بالك، أخوك جنبك ما تقلق.